تلاميذ الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم من خلال شاشاتكم المفضلة شاشة قناة مدرستنا استكمال حلقات منهج اللغة العربية ومن خلال المحور الثاني علاقاتي مع الآخرين سوف نبدأ الموضوع الثاني وعنوانه لغاتهم تميزهم اليوم سندرس نص شعري بعنوان لغة الأجداد يا ترى ماذا هي لغه الاجداد او ما هي لغه الاجداد التي سنتحدث عنها وبما اننا اصبحنا في الصف الخامس فعلينا الانصات جيدا للنص وقبل النص علينا التفكير والتركيز الجيد في النشاط الذي يسبق كل نص شعري حتى يسهل علينا فهم النص تعالوا مع بعض نشوف اول نشاط قبل النص بتاعنا عشان يقدر او اللي هيمهد لنا لفهم الكلمات الصعبه في النص ونشوف أول نشاط مع بعض بيطلب مننا إيه. أول نشاط عندي نشاط فكر بيقول لي أكتب اسم دولة لغتها الأم هي اللغة العربية وارسم ما يميزها فهتيجي عندك هنا في مكان الإجابة هتكتب اسم دولة باللغة الأم عندها أو اللغة الأساسية عندها هي اللغة العربية وفي نفس الوقت هترسم على اليسار هنا صورة لشيء بيميز الدولة دي. يعني مثلا ممكن نقول اسم الدولة نقترح مثلا مصر اللي بيميزها مثلا هنقول الاهرامات وابو الهول من ضمن المعالم الاثرية اللي بتميز مصر. ممكن نقول اي مثلا السعودية خلاص ونرسم مثلا صورة للكعبة فده بيميزها وهكذا. طيب تعالوا نشوف مع بعض النشاط رقم اتنين واقرأ واكتشف بيقول ايه؟ شعراء العرب قديما، خلي بالك النشاط ده ايه اهميته؟ الكلمات اللي بستنتجها هنا من السياق بتسهل علي فهم النص الشعري بعد كده، فبيقول ايه؟ شعراء العرب قديما مالهم؟ تفانوا في تجويد قصائدهم واستخدام اللغه العربيه في سردها، وجايب لي كلمه تفانوا باللون الاحمر وعايز معناها تحت، يا ترى معنى تفانوا ايه؟ تفانوا في تجويد قصائدهم يعني ايه تفانوا هل تخازلوا يعني تكاسلوا ولا تهاونوا ولا بذلوا الجهد احسنتم الشعراء قديما تفانوا يعني بذلوا كل جهدهم في تجويد القصائد بتاعتهم يعني تحسين القصائد يبقى بذلوا الجهد نشوف رقم باء عند كلمة هوى نرجع كده للفقرة وعجلنا فقد وقعوا في هوى اللغة وقعوا في هوى اللغه يا ترى هنا هوى معناها ايه هل هو سقط هوى يعني نزل او سقط ولا حب ولا بغض وكراهيه طبعا وقعوا في هوى اللغه العربيه يعني احبوا اللغه العربيه اذا هوى هنا بمعنى حب عكسها او مضادها هو الكره وبغض تعالوا نشوف مع بعض كيف لا واللغه العربيه هي لغتهم هي لغتهم الام وهم بنوها المخلصون وحملت لوائها وهم بنوها يا ترى كلمة بنوها هنا فعل بمعنى شيدوها ولا ركبوها ولا اسم بمعنى أبناؤها نرجع للفقرة كده بيقول لي واللغة كيف لا واللغة العربية هي لغتهم الأم وهم بنوها يعني هم أبناؤها إذن أنا اختار أبناؤها بنوها هنا معناها أبناؤها وحملت لوائها حملت لواء اللغه العربيه يا ترى اللواء دي معناها هنا ايه هل هنا علمها ولا فناها ولا قصها قال اللواء هنا هو العلم او الرايه اذا لوائها يعني علمها تعالوا نشوف مع بعض فلا نستطيع لومهم على حرصهم هذا لا نستطيع لومهم عشان نقدر نلوم ابناء اللغه العربيه طيب يا ترى لومهم هنا معناها اغضابهم او اغضابهم ولا عتابهم ولا سعيهم؟ طب مش هنقدر نلومهم يعني مش هنقدر احسنتم نعاتبهم اذا لومهم معناها عتابهم. نكمل مع بعض؟ فلا نستطيع لومهم على حرصهم هذا فقد كانوا يصطفون اجود قصائدهم لإلقاء قصائدهم لإلقاءها على مسامع القبائل في سوق عكاظ وهو الحدث الأكبر في أيامهم فقد كانوا يصطفون يصطفون أجود قصائدهم يصطفون أجود قصائدهم يعني يصطفون؟ جايب لي يصطفون يعني يختارون ولا يمنحون ولا يشدون يصطفون أجود قصائدهم يعني يختارون أجود القصائد اذا يصطفون هنا معناها يختارون كان العرب بيختاروا افضل القصائد وبيقولوها في الاسواق كان في اسواق خاصه بالشعر والادب وبييجوا في الاسواق بتحصل منافسه ما بين الشعراء كل واحد فيهم بيقول اجود قصيده عنده عشان يبرز قدرته على استخدام اللغه العربيه وفيه ينال الش... ينال الشاعر شهرته بين العرب اذا اجاد واتقن هذا ما فاه به ما فاه به صديقي يزن في اليوم العالمي للغه العربيه بالاذاعه المدرسيه وبيقول لي هنا هذا ما فاه به صديقي هذا ما فاه به صديقي فاه به يعني نرجع كده للاختيارات هل يعني سكت ولا نطق وتكلم ولا انشغل فاه به صديقي يعني ممتازين نطق وتكلم به صديقي يزن طب تعالوا نشوف النشاط رقم اتنين بيقول لي صل يعني وصل الكلمة بمعناها الذي يدل عليها فاه القاضي بالحق فاه بالحق يعني ممتازين نطق بالحق في رقم اثنين هذا خطيب مفوه يا ترى معنى مفوه هنا ايه هل هنا فمه ولا فتحه خلاص ولا بليغ مفوه يعني بليغ بيحسن التعبير باللغة العربية إذن مفوه يعني بليغ الجمله الثالثه للبركان فوهة عظيمة كلمة فوهة هنا أحسنتم فتحة آخر جملة فتح المولود فاهه بالصراخ يا ترى فاهه المقصود بيها أحسنتم فمه أو فمه طيب بعد ما خدنا النشاط أو ما تعرفنا على النشاط اللي بيسبق النص الشعري تعالوا مع بعض نشوف النص بتاعنا اللي عنوانه لغة الأجداد. النص الشعري بتاعنا لغة الأجداد الشاعر اللي قال الذي قال هذا النص هو حليم داموس اسمه حليم داموس. الشاعر حليم داموس هو أديب وكاتب وشاعر اتولد في مدينة زحلة في دوله لبنان يبقى اتولد في مدينه زحله في دوله لبنان الكلام ده سنه 1888 كان بينادي بالنهضه العربيه ورفع لواء اللغه العربيه بيدافع عن اللغه العربيه وادى رساله الشعر الوطني على اكمل وجه يعني بيستخدم شعره في الدفاع عن وطنه ده المقصود بالشعر الوطني فذا عصيته يعني اشتهر وانتشرت شهرته بالعالم العربي كان مشهور في العالم العربي كله الشاعر حليم داموس. من المؤلفات اللي طبعت للشاعر حليم داموس المثالس والمثاني خلاص الجزء الاول في لبنان خلاص واللي منها القصيده بتاعتنا وتوفى شاعرنا سنه 1957. تعالوا نشوف مع بعض الشاعر حليم داموس بيتكلم عن لغه الاجداد فبيقول ايه؟ بيقول لا تلمني في هواها انا لا اهوى سواها. ما أنا وحدي فداها كلنا اليوم فداها اليوم فداها لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها نزلت في كل نفس وتمشت في دماها فبها الأم تغنت وبها المرضع فاها لغة الأجداد هذه رفع الله لواها فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي تحيا رج... تحي رجاها. فأعيدوا يا بنيها نهضة نهضة تحيي رجاها. هقرأ النص مرة تانية علشان تتعودوا على قراءته في نهاية حصتنا أو في نهاية درسنا. لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها ما أنا وحدي فداها كلنا اليوم فداها لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها نزلت في كل نفس وتمشت في دماها فبها الأم تغنت وبها المرضع فاها لغة الأجداد هذه رفع الله لواها فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها ما أجمل الكلمات التي نطق بها الشاعر حليم دموس يا ترى هو بيتكلم هنا في النص عن إيه؟ زي ما كلكم فكرتم بيتكلم عن اللغه العربيه. طب تعالوا ناخد فكره سريعه كده عنه بيقول ايه؟ لا تلومني في هواه، لا لا تلومني ولا تعاتبني في حب اللغه العربيه. لأنني لا لغه أكثر من حبي لهذه اللغه العربيه. فأنا أفديها وكل من في الوطن العربي يفدي هذه اللغه ويضحي من أجلها. لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. الشعب اللي هيحافظ على لغته لن يموت بل سيظل هذا الشعب وستظل ثقافته وستظل حضارته وتستمر لان اللغه تعبر عن هويتنا وثقافتنا وحضارتنا وتعبر عن تاريخنا. نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، اللغه هي احب شيء الى نفوسنا، لغتنا الجميله لغتنا لغتنا العربيه. وتسري حبها يسري في دمائنا وفي عروقنا مع الدم. فبها نطقت الام ونطق الطفل الرضيع ونطق كل ابناء الوطن لانها لغه الاجداد رفع الله رايتها وعلمها بان كرم اللغه العربيه بان انزل القران الكريم بهذه اللغه فاعيدوا يا بنيها الشعر بيوجه لنا رساله ابناء اللغه العربيه الناطقين بها اعيدوا يا ابناء اللغه العربيه نهضه اللغه العربيه السابقه حتى نحيي هذه اللغه مره ثانيه على لسان ابنائها تعالوا نشوف مع بعض الانشطه الخاصه بنص لغه الاجداد في كتابنا المدرسي ونشوف النص بيطلب او الاسئله بتطلب مننا ايه هلا اول سؤال بيقول ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه فرقم ا بيقول لي يحب العرب لغتهم لانها لغه الاجداد طبعا كلنا بنحب اللغه بتاعتنا اللغه العربيه الفصحى او اللغه العربيه لانها لغه ممتازين الاجداد يبقى العباره صحيحه فرقم ب طلب الشاعر من ابناء اللغه العربيه ان يحافظوا عليها ويهتموا بها طبعا في اخر بيت فاعيدوا يا بنيها آه أعيدوا للغة العربية خلاص مكانتها العظيمة وأملها في أن تنتشر على لسان أبنائها إذا العبارة أيضا صحيحة رقم ج بيقول لي يعتز الشاعر يعتز الشاعر بلغته فعبر عن اعتزازه بألفاظ سهلة شاعر بيعتز يعني بيفتخر باللغة بتاعته وعبر عن ده بألفاظ سهلة وبسيطة استطعنا أن نستوعبها ونفهمها جيدا إذن ايضا العباره صحيحه طيب في النشاط الثاني بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه واكتبها في الفراغ المناسب وجايب لي الثلاث اجابات حمايتها وصونها ولا لا تلومن لا تلومني في هواها العالم العربي تعال نشوف اول سؤال رقم الف نقط تعبير يدل على شده الاعتزاز باللغه العربيه عايزين تعبير بيدل على شده الاعتزاز باللغه العربيه هل هو حمايتها وصونها ولا لا تلومني في هواها ولا العالم العربي؟ طبعا لا تلومني في هواها. لا تلومني في هواها. يعني لا تعاتبني في حبي للغه العربيه. ليه؟ لان انا بحب اللغه العربيه جدا وده يدل على شده اعتزاز الشاعر باللغه العربيه. حدش يلومني في حبها. طيب رقم ب بيقول يؤكد الشاعر وجود لغتنا العربيه في عروقنا حيث انها لغة الوحدة لكل اللغة اللي بتوحد بين كل مين؟ احسنتم بين كل العرب بين كل العالم العربي فهنختار الاختيار الأخير اللي هو العالم العربي اللغة العربية بتربط وبتوحد بين أبناء الوطن العربي في كل مكان طيب رقم جيم بيقول لي يطلب الشاعر منا نحن ابناء اللغه العربيه بيطلب مننا ايه نقط وكثره استخدامها في كلامنا يبقى بيطلب مننا حمايتها وصونها يعني الحفاظ عليها ان احنا نحمي اللغه العربيه ونحافظ عليها بان نستخدم اللغه العربيه في حديثنا وفي تكلمنا وفي تواصلنا مع الاخرين اذن حمايتها وصونها تعالوا نشوف مع بعض النشاط رقم 2 ج بيطلب مني ايه؟ بيقول لي الصل بين التعبير والمعنى المقصود. جايب لي تعبير وبيقول لي المعنى المقصود منه ايه؟ فمثلا بيقول ايه؟ نزلت في كل نفس. يا ترى ايه التعبير؟ او ايه المعنى المقصود بنزلت في كل نفس؟ يعني ايه اللغه نزلت في كل نفس؟ ركز كده معايا هل معناها ندعو الله ان يجعلها في مقدمه اللغات؟ ولا؟ سيطر حبها على قلوبنا جميعا ام الشعوب على استعداد للتضحيه في سبيل رفعه لغتهم. نزلت في كل نفس يعني سيطر حبها على قلوبنا جميعا. اذا رقم واحد نزلت في كل نفس المقصود بيها ان حب اللغه العربيه سيطر على قلوبنا جميعا. رقم اثنين بيقول لي ما انا وحدي فداها كلنا اليوم فداها، كلنا هنضحي من اجل اللغه العربيه. يبقى يا ترى ايه المعنى المناسب للتعبير ده؟ هنقول الشعوب على استعداد للتضحية في سبيل رفعة اللغة العربية أو تقدم ورقي اللغة العربية رقم ثلاثة بيقول لي رفع الله لواها ده الشاعر هنا بيدعو إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأن اللغة العربية فبيقول رفع الله لواها يعني ندعو الله أن يجعلها في مقدمة اللغات ونشوف النشاط التالي بيطلب مننا إيه تعالى بعد كده في النشاط الخاص بتذوق مواطن الجمال. اللي بأجمل حاجه في الشعر انك تتذوق ما فيه من خيال. بص كده بيقول لي ايه؟ قارن بين النصين الاتيين من حيث ايهما جذب انتباهك؟ هل النص الاول ولا النص الثاني؟ ايهما اثر في مسامعك؟ اللي اثر في استماعك؟ خلاص؟ التاثير الذي احسسته من اين جاء في رايك؟ تعالى نشوف كده بيقول ايه؟ في المدرسه نستمع لشرح المعلم. جايب لي في النص الثاني ليها مدرستي شمس العلم العلم والاتقان في الجمله الاولى هل فيها اي خيال لا المدرسه بنستمع للشرح اللي بيلقيه المعلم لكن في الجمله الثانيه بيقول ان المدرسه بتشبه الشمس شمس او المدرسه بتاعتي تشبه الشمس اللي بتضيء الكون زي ما المدرسه بتضيء عقولنا بالعلم اذا شبه لي المدرسه في تعليمنا تعليمها لينا او اثرها في تعليمنا زي الشمس اللي بتنور الكون. المدرسه بتنور عقولنا زي ما الشمس بتنور الكون، فده تشبيه، فده جذبنا اكتر. طيب بعد كده بيقول في مدرستي نقرا ونرسم ونتعلم. النص الثاني بيقول مدرستي نبع الحب والاحسان. يا ترى في الجمله الاولى جمله جملة ما فيهاش أي نوع من الخيال في المدرسة نقرأ نرسم نتعلم لكن الجملة الثانية بيقول لي مدرستي نبع يعني مصدر الحب والإحسان أنا إن هو بيصور إن المدرسة دي ها هي شيء محبب إلى قلبه فعلشان كده برضك التعبير الثاني أو النص الثاني أجمل المدرسة قريبة من منزلنا في النص الثاني بيقول في شفتي يا مدرستي أحلى الألحان في شفتي يا مدرستي احلى الالحان. يعني كانه بيصور لي المدرسه هنا كانها لحن جميل بيتردد على شفتيه او لسانه. اخر نص عندي بيقول هي هي اجمل مكان التقي فيه باصحابي. مدرسه مكان جميل بتقابل فيه مع اصحابي. النص الثاني بيقول على نفس الجمله مدرستي بحبك احيا نهرا ريان. بحبك بحبك احيا نهرا ريان. يعني ايه؟ يعني حبك ده بالنسبه لي كانه نهر بيجري فيه الماء، ريان يعني يجري فيه الماء، المدرسه بالنسبه له شيء عظيم وشيء جميل. طيب في النهايه بيقول لي ان الكلمات في النصوص التي لها جرس موسيقي تجعل النص جذاب، يعني بيشد استماعنا، مؤثر في نفسه، بياثر في نفوسنا، بيبقى بياثر في مشاعرنا. خلاص بيأثر في الأذهان بيحاول تخليك تفكر عن الصورة اللي رسمها الشاعر والخيال اللي بيتخيله وتعيش في الخيال ده معاه بيخليك تعيش نغمة موسيقية بين الكلمات علشان كده النصوص الثانية أو النص الثاني كل تعبيراته أجمل من النص الأول بيقول حان الآن وقت القراءة الجهرية أنا قرأت في البداية النص قراءة جهرية عليك عزيز الطالب أنك تحاول أنك تقرأ النص مرة ثانيه وثالثه الى اخره حتى تستطيع اتقان القراءه الجهريه بشكل معبر يوضح المعنى. بكده اعزائي الطلاب انتهت حلقتنا النهارده وكالمعتاد مر الوقت معكم سريعا سعدت جدا بلقائكم وسوف اكون في انتظاركم في حلقات قادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.